خلاص والله الى جينا جسيدنا محمد الله معاش شيل عليك مبارك لا 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 اهلا وسهلا عليكم مبروك عيدكم تكونوا عيدتوا ان شاء الله بصحه وسلامه وتكونوا دوزتوا زوين مع الحباب ومع العائله. اليوم عيد الاضحى لبست انا هاد الجليليبه ولبسه نور حتى هي بحالي. نقدر نخلي لكم شي تصويره هنا اللي درت انا ويا وقيت عقله درت شي تصويره غنحطها لكم هنايا. المهم غير بوكلي شعري مابقاش بغيت نصايبو لانه خفاف بزاف بزاف، لهذا يلا دوشت لبنياتي لبستهم وحنا دابا غاديين عند العائله ندوزي العيد عند دار لوستي. غدا بداكشي ديالي، غدا كل واحد جيب داكشي ديالو، كل واحد جيب اللي قسم الله من الحولي ديالو. غادي نديو الكبده ديالي القلب والشحمه وكل واحد غادي يجيب داكشي ديالو تمرت لوسي ولوستي، وكلنا غنجمع لوستي وغندوزو هاد الاضحى ويلا دوزو معنا بتقاليد مغربيه في هولندا. راه لابسه بحال جلابيتي زوينه رياض كنصكم، وانا عندي دومي مونش. بالنسبه لهاد الجلابه كانت خيطه تاليا لبن اختي، كنشكرها بزاف بزاف هي اللي دارت لي هاد الخدمه هادي بالعقيق. صافي حنا غاديين دابا شادين الطريق توصل تما ونديروا شي تصويرات ونخليوهم لكم ونبارطاجي معكم حتى في الانستغرام. بالنسبه لاخواتي اللي ما عندهمش انستغرام ديالي، هو هذا الانستغرام ديالي، دخلوا عندي كنبارطاجي معكم يوميا تمايا، وحتى التصاور هكا لي ما كيكونوا كنحطوا التصاور متداوله. المهم غنوصل تما غنلبس القميص الجوهره ديالي اللي كندرت لي اختي لبنى حتى هو، كنشكرها بزاف وتا هو نبارطاجي معكم. ها انتم البنات القميص اللي قلت لكم ديال جوهره اللي صايبت لي اختي شفتوا لبستو دابا. وصلت عند سعاد توجد سعاد ونوريها لكم. المهم ها شوف 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 ها الشحمه ديال الحواله، ها كل واحد عنده شحمته شفتوا البنات، هما ثلاثه ديال الشحمات بالولع الدبان ودابا غادي ندوزو نصايبو القطبان. ايوا هادشي اللي كاين. المهم بعد طلقنا كنجمع شعري. المهم بالنسبه لي انا جيت بكري، التفوزيه جات بكري. المهم حطينا هاللحم دارت لي العطريه، دابا ندوز ندير في القطبان. ليش ما قال لي راه فيه الجوع ياك؟ ها معاش كانت كلات سعود وما كانتش كملتها. جبد لي الصاك حطو لي هنا انا غنصايب لها بالزربه. راه الصاك ها تحت كتسيني المهم بالنسبه للكبده حنا كنديروها ليها هكا، عاد كنديوها باش نقطعوها ونديروها في القطبان ونشويوها ببولفاف. المهم اول حاجه درنا لها، المهم ديما كنشويوها من هالفخر، ولكن حيت كثيره كلشي جاب الكبده ديالو، مرت لوس سعاد وجابت فوزيه جبت انا وكنا جبنا الكبده ديالنا يعني جات كثيره شويه، لهذا اضطرينا نطيبوها هي الاولى عاد نديروها في شوايه ونشويوها في الفاخر. هادشي اللي كنقطع انا راه القلب اللي نقيته ودابا كنقطعو مربعات صغيره. جيتيش لابسه ها؟ جي لابسه وانا لابسه. خاصني نخرج، انت راه كتخرجي من دارك وتدخلي للطوموبيل. انا ما جيتش لابسه غير ما سكتي ما جيتش لابسه. نضرب لابسه انا بين الجيران كلشي بقاو يشوفوا فيا. جيت لابسه جينا بس دخلت انا وقلت لها ما غاديش نلبس.
ايوا حنا واقفين كنا معاونين. الحاجه كانت مكلفه بالكبده، انا مكلفه بالقلب، كل واحد باش مكلف. لوس مرت لوس سعاد، مرت لوسي، بنات لوستي سعاد، كلشي كلشي خدام، ما كاينش اللي جالس تما. انا رجال كله وشنو كيدير، يعني نهار العيد راه كلشي كيتعاون، والحلاوه ديال العيد هي في هذيك الروينه وداك المعاونه، وفي الاخر كتجلسي وتديروا التصاورات باش يبقاو ذكرى. ما درناش بزاف التصاور هذه المره لان الجو ما ساعدناش وصافي. المهم هنايا كيف شفتوا الحاجه كدير الكبده في هذه، كدير لها غير نص طيبه، ماشي كطيبها ولا شي حاجه، غير نص طيبه غير باش تشد في راسها وصافي، وديك الساعه غادي نديوها تشوى في الفاخر. هودا ما حدك شاده، ما تفلتيش التصويره. صبعة ما تصدمناش هذيك الغمامة اللي يدوز تاني. يا زوين الجو دابا يا زرق. يا
حمد راجل لوستي وراجلي بداو كيوجدوا دابا باش غادي يتكلفوا هما بالباربيكيو. راجلي الفاخر وراجل سعاد غي يخدم بالباربيكيو الكبيره. انا رسخون يا جاي سلهن والفاف ولدا الحيحه غتبدا دابا الحيحه مية مية مية. هذا غديرو هنا وبعدو على هادي. هذا بعد كندوي معاك راه كطلع العافيه. بعدو على احمد بعدو على احمد والله كان حنا هادو مالك شي قليل تحت دبر راسكم. هذا اللي رجع سبيل تيتور ما نحنا ديما عندنا العراس الحمد لله. ديما مفيشتين خاصنا الموسيقى شي وحدين ما بغاوش بغيتي الموسيقى اختي نشاط السيدي ديال الشاب ضحكوا النشاط ديال الدوليه وعلى مزيانات وشريت من فرق المغرب اختي ديري لينا وقربي الباص بغيتي حاجب اللي درتي شي حاجه لا لا حاجب لا 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 نبدا قولي كيف كافت البشر بسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان وصلت احلى النبي العامر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل زمان يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بشان بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة زينك شحال يبان مرا روح الدب شبان مسارك كله في وحب العطار ولباسك كل الوان تبتيني بعنان فقري رسمو لداك الزهر كيف بلغك في مكان كله جندو جدران يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا بر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا بر والإحسان ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوى بحد بشي ناس ألا بأس أيلي ألا بأس نعم 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 يوم 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 يا بنت السلطان فين البر والإحسان لكن القلب ولا بلاو المهم سالينا العشاء دزنا الفقره ديال غسيل الماعن كنخشيو لا داكشي اللي كيتغسل في الماكينه كنخشيه وداكشي اللي ما كيتغسلش في الماكينه انتو دوزتو انايا ومرت لوسي كتغسل اتواش نغسلو انا ولا تا هذا ديري هذاك يلاه مولاي امي الله يخليك ما نجيبك
صافي البنات حنا غادي راجعين دابا للدار، شاب قميصي في الطوموبيله، جبت بجلابه دابا لبست القميص غادي راجعين للدار ان شاء الله. داز نهار زوين، صافي شربنا اتاي وكل واحد مشى في حالاته. تنقول لكم ان شاء الله تدوزوا تكونوا دوزتوا العيد بخير وعلى خير وبصحه والسلامه ان شاء الله. وكنشكر بنت عمتي اللي تجمعنا وضحكنا وجينا في حالاتنا. يلا نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، وتهلاو في راسكم مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي، ما تنساونيش نلايكات.